مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. الموضوع اللي بغيت نتكلم عليه بشكل عام ديال الجالية المغربية. مشاهدينا الكرام، الجالية المغربية هم مغاربة سافروا لدول من أجل استقرار كل واحد الظروف ديالو، سواء كان ذكرا أو أنثى. ولكن في خضم الموضوع، الجالية المغربية تيشوفوا الأمور اللي بيوت يتألموا، كيشوفوا الأمور الإيجابية في المغرب كيفرحوا، وهما في حد ذاتهم حتى هما الله عز وجل اللي عن بلوضة ديالهم. مشاهدينا الكرام، الجالية المغربية كتساهم في الاقتصاد، الجالية المغربية تبحث عن صلة الرحم مع العائلات، إشكاليات كبرى كتعاني منها الجالية المغربية. في خضم الموضوع تلقي اتصال من عند الأخت فاطمة. فاطمة كتعيش في فرنسا، الموضوع ديالها ألمني بشكل كبير. مشاهدينا الكرام، باش ما نسبقش الحدث غادي نخلي لكم الفيديو ونختم من مورا، تبعوا معايا. السلام عليكم خويا يوسف، انا سميتني الصديق مينا من المغرب، انا بنت خميسات وكنعيش في فرنسا، كنعيش في باريس. انا بغيت نصيفط لك هذا الفيديو هذا باش تنشروا لي، الله يجازيك بالخير. وسمحوا لي اخوتي المغاربه، انا اول مره كندير فيديو، ما عندي الارتباك باش غادي نسجل. المهم انا تعرضت لواحد الظلم في كنت عايشه هنايا في فرنسا، وكنت ما عنديش الاوراق، خدامه ماكش، عرفتي الانسان ولد الشعب كيجي كتكون عنده مسؤوليه كبيره. جيت هنايا لفرنسا، المهم ما كنتش كنعرف، وتكرفست وتعذبت حتى بديت كنخدم وكنصيفط لوالديا باش نخلص الكره هنايا، ماشي ساهل في باري. وبديت شويه شويه حتى ترقعت، حتى وليت شويه لاباس. 2007 تسلط عليا السيد هذا باش غادي يدير لي الوراق، اتفقنا باش غادي نهبط للمغرب ونرجع لكرو فاميليا. درنا 6 شهور وفعلا كون بغا وكان معقول داكشي اللي كان غادي يكون. هبطت معاه للمغرب، عطيتو 7 المليون، درنا العقد، رجع خلاني انا تما بدا ما عطانيش لا ليست ديال الوراق داكشي اللي غادي نجمعو نصيفطو ليه في خطره. من الاول هو كيتفلى، كل خطره يصيفط ليا كنمشي نتقاتل. الترجمه ديال اسبانيا ما كايناش في المغرب، كنهبط حتى للرباط كنمشي نترجم الاوراق ونعاود نرجع ونمشي للمقاطعه نتاع حسان، ومن المقاطعه نتاع حسان خصني نمشي للوزاره الخليجيه. المهم تعذبت، ومن تما خصني نمشي عاوتاني حتى القنصلات الصبليون. تقريبا عامين وانا كلها غير عاده بالطلوع والهبوط، وملي كنصايب دوك الاوراق باش غنصيفطهم له، حيت هو كاين في الميريا في العروبيه ديال الميريا، قالك حقا ما كيوصلوش البراوات. كنضطر باش نشوف نمشي حتى للناظور ولا نمشي للحسيمه باش كنعطي الوراق لشي واحد ويديهم له. وكنخلص دائما نعطي ديك 50 اورو. المهم ما كاينش شي حاجه فابور، رزاني الرزيه ديال المعقول، وفي التالي ما دار ليا والو، كلا ليا فلوسي وضيع ليا 9 سنين دوزتها في فرنسا. وانا ملي جيت لفرنسا في الاول ما قلبتش على الوراق، لحقاش الظروف ديالي ما كتسمح ليا ندير الوراق، خصني نخدم، كانت عندي مسؤوليه كاريه لامي اسمحوا ليا كاريه لامي. وكنصيفط ليها واحد بنت عمي الله يرحمها مات، وخويا ومرتو وبنته وواحد ولد خويا، انا اللي كنت مسؤوله عليهم، كنت كنخلص ليهم الكره وكنت كنخلص الكره هنايا، ما كنقلبش على الوراق. هذه الصراحه لربي. المهم انا مشيت هاد السيد هذا، المشكل كون جات غير في الفلوس. هاد السيد دمرني صحيين ونفسانيين ومعنويين وماديين، خلالي معلقه من 2007 حتى 2020، ما خليت ما درت باش غادي نطلق، ما كيقبلوا لياش، وعندهم الحق لحقاش ما حاضرش انا وما حاضرش هو. نصحني واحد السيد قال لي قلبي عليه وتشوفي كي غديري باش تتفقي انت وياه، على الاقل اللي حضر هو داكشي اللي كاين. مشيت قلبت عليه حتى جبت التليفون ديالو وبديت عليه،
المهم قال لي تفاهمنا. قلت له شوف اخويا، قال لي انا ما نقدرش نعطيك الفلوس كلهم. قلت له اخويا شوف، عطيني داكشي اللي عندك، كل شهر راك خدام عطيني 200 اورو 150 اورو حتى نتفكوا. حتى انا راه هلكتيني. قال لي واخا، مشى حيت هو مجرم محترف في هادشي نتاع تحرميات. مشى هبط للمغرب، مشى عند الوالد باقي حي الله يرحمه، مشى عندو شافو كيبكي وكيتالم، هو كله غير كدو فكدو. رجع جا عندي هنا لباري، مشى بات في لوطيل. الصباح تلاقينا، مشينا للقنصلة، جاب معاه عطاه المحامي، عطاه الوراق من المغرب ديال الطلاق، جابهم معاه. مشينا للقنصلة، درنا التراضي، دزنا عند العدول، كتبنا بلي غادي نطلقوا، لا تابع لا متبوع. داكشي اللي كان، طلقنا. مشى السيد من تما بقى كيعطيني لا فلوس لا جوج، وليت كنهضر معاه ما كيجاوبنيش. وهاد السيد هذا انا ما بقيتش باغا غير الفلوس، باغا فلوس يردوا لي، ولكن انا هاد السيد باغا نتابعو حتى على حياتي اللي دمر لي. خلاني ما تزوجت، ما ولدت الاولاد، ما درت حتى حاجه. دابا انا خديت الوراق ديال العام، ولكن ما غنقدرش نهبط للمغرب، حيت قالك اللي عضو الحنش كيخاف من الشريط. انا وحلت عامين ونص وانا حاصله في المغرب، دازت عليا العذاب، ورجعت بوحديتي، ماشي هو اللي رجعني، رجعت حارقه. 2010 رجعت لفرنسا، رجعت حارقه. ومات خويا مسكين الله يرحمه، اللي كان هو العوين ديالي والعوين ديال والدي الله يرحمهم. مات في 2015، ديك الساعه باش باقا ما شديتش الوراق. مات دفن نهار عرفه، العيد العرفه ديال 2015، ديك النهار دفن خويا. هذيك زاد تكملات عليا، الله يرحمه مسكين نسوس عليه، ووالدي تكرفصو من موراه، وتكرفصت حتى انا، وبالخصوص امي. ربي يخلص هذوك اللي تكرفصوا على امي، انتي مسكينه. ومات في 2018 ما شتهاش، مات الوالد في 2019 ما شتوش. ودابا انا ما قدرش نهبط للمغرب، بغيت حتى ناخذ الوراق سواء ديال 5 سنين سواء ديال 10 سنين. والمشكل اللي عندي انا باش ما باغيش يعطيوني الوراق، ما بقيتش قادره نخدم. هذا السيد دار ليا الانهيار عصبي تام، ما كنقدرش. دابا يقدروا الناس يشوفوني يقولوا هاد المراه مزيانه، ما بقيتش كنقدر نخدم، ما بقيتش كنقدر الخدمه هنايا. خص بنادم يكون صحيح، وباري ماشي ساهله، خصك تجري مع الخمسة الصباح في المترويات والطوبيسات المهم خصك تكون عندك الصحه، تكون قوي صحتك. الا كنتي كتخدم مع الناس كبار باش تهزهم، الا كنتي كتخدم مع الدراري الصغار خصك باش تجري وتديهم للمدرسه وتجيبهم وتغديهم وتردهم وتديهم للسبور ولا لا دونس. المهم انا هادشي ما بقيتش قدت عليه. تجمعوا عليا الموت نتاع خويا ونتاع والديا وديال هاد السيد هذا، انا تهلكت، خرج ليا على حياتي. دابا انا غادي نصيفط هاد الفيديو لخويا يوسف، حيت كيبان ليا انسان طيب وانسان فيه الانسانيه وكيحس بالناس. وكنطالب من خوتي المغاربه وخواتاتي المغربيات اللي كيفهم في هاد الشيء يعاونني. انا ما عنديش اللي غادي يوقف ليا في هاد الشيء في المغرب. الخوت ملي توفى خويا والمشاكل واقعين، ومات الوالده على الورد، المشاكل ما بقى حد كيشوف حد، ما بقى حد كيسمع في حد. وراكم دابا عارفين الاخوه كيولات، وانا هاد الخوت ما درت معاهم غير الخير، ولكن ملي لقيتهم ما فيهمش الرحمه، ما فيهمش الحنان. عندك الفلوس وعندك راك مزيان، ما عندكش انا بعدت منهم. قلت لهم الخوه ديال الفلوس والخوه ديال الطمع انا ما عندي ما ندير بها. انا تغربت وعرفت شنو هي الغربه، وكنت كنبكي في الشارع، ونهار العيد كنعيد لهم في سبيل الله ربي. انا ما خليهم ربي يخلصهم، هما معيدين وانا كنجري بالساندويتشات نتاع الترك في المترويات، وكنمشي نخدم. ضحيت عليهم انا هي الصغيره فيهم، كلهم كبار، بخواتاتي بخوتي. ملي لقيتهم هكا قلت لهم انا الاخوه اللي كتوصل لهاد الغدر وهاد التحرميات وبالطمع، والانسان ما رحمته والديه
ما عندي ما ندير بكم، سديت معاه. دابا هذا هو اللي كاين اخوتي، ما قارياش ما قاريا لا والو. الفرنساويه شويه كانت هجاه ملي جيت هنا، تعلمت شويه الحروف ديال الفرنساويه. هذا هو اللي كاين اخوتي، وكنطلب من خويا يوسف باش ينشروا ونشوف الناس اللي متخصصين في هذا الشيء يعاونوني. هاد السيد يرد لي فلوسي وانا غادي نتابعو لحقاش دمر لي حياتي. انا ما بقاش عاد غادي نتزوج ونولد، سي طرو طار كيما قالوا النصارى. غادي نتابعو وانا ما مسامحه ليه لا الدنيا لا اخر. وسمحوا لي يا خوتي المغاربه، وسمح لي يا خويا يوسف، انت راك بحال خويا الصغير، انا كبيره عليك، رانا مرتبكه اول مره كندير فيديو. والله ياخذ الحق في هذا السيد هذا، الله ياخذ فيه الحق. انا ما بقيتش كنبكي، انا وليت كنبكي من الداخل ديالي. جيت صغيره لفرنسا وحياتي كلها مشات، وهاد السيد دمرها ليا، خلاني اش غادي نقول لكم، ما لقيت ما نقول، حسبي الله ونعم الوكيل فيه. والسلام عليكم، وكنشكرك بزاف اخويا يوسف، والله يرحم ليك الوالدين، والله يخلي لك صحيحتك، والله يعطيك النصر على النصر على النصر. السلام عليكم. كما تبعتوا معنا الفيديو ديال فاطمه، السؤال المطروح في الموضوع هو شنو الذنب ديالها من شيء ما، هاد التقصير وهاد اللامبالاه اللي دار الزوج من 2007 حتى 2020. المستقبل ديالها كما قالت ضاع، ما تزوجاتش، ما ولدتش وليدات، وصلت من السن عتية شيئا ما. مشاهدينا الكرام، القصة ديال فاطمة كتألم بشكل كبير. دورنا هو المساندة معنويا بشكل كبير مع هاد الأخت. أنا وضعت الرقم ديال الهاتف ديالها، وفي نفس الوقت ألمتني القصة ديالها، لأن الطريقة باش أحكت القصة والكلام ديالها صادق، لأن تواصلت معايا ومددتني مجموعة من الوثائق اللي في الموضوع. هاد السيدة شنو الذنب ديالها؟ كيفاش مشات؟ كيفاش رجعت للمغرب؟ كيفاش رجعت بطرق؟ هل هي مشروعة أم ملتوية؟ والزوج في خبري كان في الأخير في 2020 عاد تم الاتفاق على الطلاق، ولكن السيدة كبرات. كيفاش غادي تعيش في الحياة؟ كيفاش طمح أن يكون عندها زوج ثاني وليدات وهي كبرات في السن؟ هذه قصة معاناة امرأة تحملت ما لم تتحمله الجبال. شنو الذنب ديالها؟ في خضم الموضوع، هاد الملفات ديال الجالية المغربية نموذج الملفات كتار، تهما تعانيو، تهما تقاسيو. البعد، الغربة، عامل الطقس، الخدمة من أجل الإسهام في اقتصاد المغرب، من أجل إعانة مجموعة من العائلات ما فحالهمش، القلب ديالنا معاهم. مشاهدينا الكرام، أنا شخصيا أعلم جيدا أنه عدد كبير من المغاربة الجالية المغربية كيتبعوا الملفات اللي كنتناول، وكنشوفهم كيفاش كيتواصلوا مع الناس، كيفاش كيساعدوا الناس، رغم أن كل شخص ذكر وأنثى الله اللي عن به وفي الوضع ديالو، ولكن الطابع ديالهم والروح الوطنية لأنهم مغاربة والدم الذي يسري بيننا. مشاهدينا الكرام، قصة فاطمة قصة كتألم. أنا وضعت رقم الهاتف ديالها، نتواصلوا معها، نواسيوها، نحسوها أنه لا زالت الدنيا تستمر. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم.